السلام عليكم عشاق هواتف سامسونج وأيضا الديزاينات الأنحف والرائعة. إليكم موعد معي أعزائي الكرام في هذا الفيديو. سامسونج جالاكسي S25، S25 بلس والS25 ألترا، هواتف السلسلة قادمة مع أنحف تصميم وتغييرات ثورية بانتظارك. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S25 في الربع الأول من 2025، تستمر التسريبات والشائعات في الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الهواتف القادمة. أحدث التسريبات تشمل صورا لحاميات الشاشة التي تشير إلى حواف أنحف ووحدات تجريبية من الألومنيوم لكل الموديلات الثلاثة إلى جانب الأبعاد الدقيقة. يبدو أن سامسونج مستمرة في اتباع التصميم البسيط مع هاتف سامسونج جالاكسي S25 العادي وهاتف سامسونج جالاكسي S25 بلس، بينما سيشهد هاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا تغييرا كبيرا في التصميم، حيث سيأتي بزوايا مستديرة. أبعاد هواتف سامسونج جالاكسي S25 العادي وجالاكسي S25 البلس والجالاكسي S25 ألترا. جالاكسي S25 العادي الأبعاد 146.94 ملم في 70.46 ملم في 7.25 ملم بالنسبة للسمك، مقارنة بسمك 7.6 ملم في الجالاكسي S24. جالاكسي S25 بلس الأبعاد 158.44 ملم في 75.79 ملم في 7.3 ملم، مقارنة بسمك 7.7 ملم في الجالاكسي S24 بلس. جالاكسي S25 ألترا الأبعاد 162.82 ملم في 77.65 ملم في 8.2 ملم، مقارنة بسمك 8.6 ملم في جالاكسي S24 ألترا، كما أنه سيكون أقل عرضا من سابقه والذي كان بعرض 79 ملم بسبب الحواف الأنحف والرائعة. تصميم الواجهة الأمامية، سيكون سامسونج جالاكسي S25 ألترا أول موديل من فئة الألترا يتميز بشاشة مسطحة تماما، وهو ما سيحل العديد من المشكلات مثل سهولة توفير حاميات الشاشة وحماية أفضل للشاشات بفضل الإطار الوسطي الذي يغطي الجوانب وتقليل اللمسات العرضية. تسريبات الصور الخاصة بحاميات الشاشة تظهر أيضا أن الحواف ستكون أنحف في جميع الموديلات الثلاثة، وهذا الشيء رائع. مواصفات الأداء، من الداخل سيأتي سامسونج جالاكسي S25 ألترا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع أو سناب دراجون 8 إليت، والذي يتوقع أن يقدم تحسينات كبيرة في الأداء ومعالجة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق. ومع ذلك سيكون هذا المعالج أكثر تكلفة بشكل ملحوظ، ورغم أن بعض الشائعات السابقة أشارت إلى أن الموديلات الأساسية وموديل بلس ستعتمد على معالج الدايمون سيتي 9400 من ميديا تيك، إلا أن تقريرا حديثا من سامي فانز يفيد بأن معالج سناب دراجون سيستخدم في جميع الموديلات. برأيكم ما هي أهم ميزة يجب أن تأتي بها سلسلة الجالاكسي S25، وما رأيكم في هذا الشكل الجديد وهذا التسريب؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.